السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومتابعين معايا الفيديوهات، وان شاء الله الفيديوهات دايما تكون عاجباكم وتكونوا بتستفيدوا منها. النهارده هعمل معاكم الابره العاديه دي، هحولها لابره سيليكون. انا الاول كنت بستعمل الابر العاديه دي، بس كانت بتوجعلي ايديا جدا. كنت اشتغل فتره صغيره واريح فتره اكبر، لان ايديا ما كانتش بتستحمل ان هي تمسكها فترة طويلة. بعد كده اشتريت، لقيت الابر دي في السوق، اشتريت منها. طبعا عجبتني جدا وريحت لي ايديا جدا، وكانت بتشجعني دايما ان انا اشتغل فترة اطول. الابر العادية المقاسات الصغيرة يعني دي 3.5، دي ممكن تستحمل شوية معايا لو هي سيليكون، لكن انا عشان انا بشتغل مكرمية فبدأت ان انا اجيب المقاسات الكبيرة، مقاس 5 او حتى مقاسات 7 او 8 للكليم بايدين سيليكون برضو عشان تريحني. بس مع الاستعمال وكمان الخيط ناشف والخيط الكليم تخين شوية، بدأت الإبرة تطلع من السيليكون زي ما انتوا شايفين كده. يعني بشتغل مثلا غرزتين ولاقيها ايه، بتطلع ازقها لجوه كده برضو تطلع تاني، فكانت بتضايقني جدا في الشغل وكانت بتعطلني، واضطر ان انا كل شوية اشتري إبرة جديدة. بعدين لقيت حد من اخواتي اللي هم على الجروبات بتاعة الكروشيه عامل الطريقة دي، فجربتها فلقيتها فعلا مفيدة جدا، وحبيت ان انا افيدكم معايا زي ما انا استفدت. الابرة العادية دي انا بجيبها تقريبا من 5 ل6 جنيه تقريبا. هو مش مشكلة في السعر طبعا، لان السيليكون برضو العادية دي مش غالية قوي، بتكون في حدود من 7.5 تقريبا لحد 10 جنيه، مش اغلى من كده. الإبرة العادية دي تقريبا سعرها برضو قريب، 5 أو 6 جنيه. هي المشكلة مش في السعر، المشكلة إن هي تعيش معايا وتكمل معايا في الشغل اللي أنا بشتغله. أنا جبت الشمع ده اللي هو بنستعمله مع مسدس الشمع، وعملت إبرة زي كده. طبعا الإبرة دي أنا من يوم ما بدأت إن أنا استعملها وهي مريحاني جدا، ما بتطلعش أبدا من مكانها، فعلا مكملة معايا ومريحة جدا في الاستعمال. طبعا انا بدأت ان انا اعمل اغلب الابر بتاعتي بالشكل ده، هوريكم حالا هي بتتعمل ازاي. اول حاجة معايا انا بجيب جنبي كوباية مية كده، اهي خليها على جنب عشان ما تتكبش، وابرة عادية جدا، هي الابرة العادية اللي انا هشتغل عليها، وطبعا مسدس الشمع معايا بكون مسخناه، اهي الابرة اهي. ببتدي ان انا من عند العلامة اللي مكتوب عليها الرقم دي، مش تحت كده، علشان اعرف امسكها. انا بحب امسكها من المنطقة دي، فانتي برضو شوفي انتي هتريحك انهي ماسكة وهتحبي تمسكيها منين. انا بمسكها دايما من عند العلامة، فبحب اكون مغطية العلامة كلها، بقوم ماشية معاها بالمسدس كده. طبعا انا جربت كذا طريقة تانية ان انا اسيح الشمع وادخل الابرة جواه على طول، طبعا بهدلت لي ايديا واتلسعت، طبعا ما كانتش طريقة ناجحة خالص. لما جربت بقى موضوع مسدس الشمع ده بصراحة ريحني جدا، اهو زي ما انتم شايفين كده. ببتدي ان انا طبعا انا كل ما احس ان هي رفيعة شوية ممكن ازود الشمع. طبعا الشمع خلص مني اهو، تمام. ببتدي ان انا افضل احركها كده علشان الشمع يتوزع معايا صح، وما يكونش مكلكع في منطقة ومنطقة لأ، اهو بسيبه شوية لحد ما احس ان هو فعلا اتوزع توزيع صح. تمام كده اهو، ممكن لو انا حسيت شوية ان هي رفيعة شوية ببتدي ان انا ازود شمع عليها زي ما انا عايزة. يعني الناس اللي حابين ان هي تكون تخينة قوي يزودوا، الناس اللي هم مجرد ان هم بس مجرد ايد كده بس يمسكوا بيها طبعا مفيش مشكلة، يعملوا بس طبقة واحدة اهي. تمام كده اهي، ببتدي ان انا اميلها، اعملها في كل الاتجاهات كده. الشمع كده كده بيكون لسه طاري معايا،
فبيبقى سهل التشكيل اهو. تمام اهو، بجيب كوباية المية قبل ما يبرد طبعا، لانه بيفضل سخن فترة كبيرة. احط فيه الشمع اهو، تمام كده. طبعا انا لو سبتها تبرد براحتها بحس ان هي الشمع لونه هيكون غامق، فمش هيبين لي الابرة من جوه. انا بحب الشمع اللي على الابرة يكون شفاف اهو. سيبه خليه جوه المية فترة شوية كده لحد ما بحس ان هو جامد خلاص اهي. طبعا لو مسكناها هنلاقي الشمع اهي بقى جامد جدا اهو، شايفين؟ وفي نفس الوقت شفاف على الابرة، يعني لدرجة ان هو اهو مبين الرقم بتاع الابرة اهو زي ما انتم شايفين. بتكون بعد كده مسكتها سهلة جدا اهو. طبعا لو انا حسيت ان هي رفيعة بعمل طبقة كمان وببردها زي ما انا عملت دلوقتي بالمية، وبتكون معايا الابرة دي بالشكل ده. طبعا ما بتطلعش ابدا من مكانها، بتفضل متماسكة كده. ليا واحدة صاحبتي، حبيبتي ريهام طبعا، عملت الابرة دي، فالابرة طلعت تخينة شوية. طبعا ان هي تكون رفيعة فده ليه حل، ان انا ازود الشمع عليها، لكن لو طلعت تخينة معايا حلها ايه؟ فهي قالت لي معلومة كده، قالت لي انا جبت مقشرة البطاطس وبدأت ان انا اسويها عشان اخليها ارفع، لان هي تخنت منها قوي، فبدأت تجيب مقشرة البطاطس وتشيل منها طبقات، فظبطت معاها وبقت مريحة جدا معاها، وحجمها بقى مناسب على حجم ايديها. معلومة بسيطة كده على السريع حبايبي، ربنا يخليكم ليا يا رب، كده حبيت افيدكم معايا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. واللي جرب الإبرة بقى يبعت لي، هتلاقوا لينك الجروب على الفيسبوك موجود في الديسكريبشن بوكس، وهستنى اللي ما عملش اشتراك للقناة يعمل اشتراك ويعمل لايك وشير، وتقولوا لي رأيكم في كومنت طبعا، إذا كان الفيديو عجبكم أو استفدتوا منه حاجة ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.